فلاش سبور. صباح النور، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بأخبار الترجي الذي التونسي، قرار إقالة المدرب البرتغالي كاردوزو، نجم نقول جاهز على طويلة الهيئة المديرة للفريق والإدارة بصدد التفاوض على سيخة فسخ العقد. الترجي كان أعلم كاردوزو برغبته في فك الارتباط في انتظار تحديد موعد رحيل المدرب، هل سيكون قبل اللقاء القادم في البطولة ضد النادي الرياضي بنزرتي أو بعد؟ هذا أكيد سيكون من مشمولات إدارة الترجي الرياضي التونسي، كما قلنا في انتظار المفاوضات على فسخ العقد مع المدرب وتمكينه من مستحقاته المادية، والبديل بنسبة كبيرة سيكون أجنبي. في المقابل ما فما حتى مفاوضات إلى حد الآن نقوله مع المدرب الجزائري جمال بلما، المدرب السابق لمنتخب الجزائر، يعني عكس ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية. وفي النجم الرياضي الساحلي البارح رسميا التعاقد مع محمد المكشر اللي باش يكون هو مدرب جديد للفريق، عوضا عن حمادي الدو اللي تمت اقالته بعد الهزيمه ضد الملعب التونسي هدف مقابل صفر يوم الاحد في اطار البطوله. والاطار الفني الجديد يتكون من الاسماء التاليه: منير بوقديده مدرب مساعد، رضوان الفالحي ايضا مدرب مساعد، براوي عيسى مدرب حراس، معد بدني نلقاو مهدي حاج عمر، ونادر الترودي في التقييم والاحصاء مع التفكير مره أخرى. محمد المكشر مدرب جديد للنجم الرياضي الساحلي. ديما مع الإطوال وحسام دقدوق بعد إصابته في مباراة الملعب التونسي باش يرتاح لمدة 3 أسابيع. ومن أخبار المدربين كذلك، الممرن المغربي عبد المجيد الجيلاني قدم البارح استقالته من تدريب مستقبل جابس بعد الهزيمة ضد مستقبل سليمان 2-1 في إطار بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. للتذكير مستقبل جابس في المركز 11 5 نقاط. في نجم المتلوي انتخاب رابح الديناري رئيس جديد للفريق خلال الجلسة العامة الانتخابية اللي أقيمت البارح. نسمع رابح الديناري في تصريح المراسلنا في المتلوي الباهي الديناري: احنا ديما نحاولوا نتواصلوا صناع الخدمه اللي قدمها سي طارق سي مبروك سي نجيب، نواصلوا عليها وان شاء الله نحن الهدف نتاعنا ديما كالعاده نخلوا النجم الرياضي المتلوي في القسم الوطني، هذاك الهدف نتاعنا الاول، ان شاء الله نحسنوا على جميع المستويات سواء الماديه والمعنويه. انا ما عادش نلعب على تفادي النزول، ان شاء الله نحطها في المراتب المشرفه ونحسن في الترتيب نتاعنا. هذا كله بالجهود الناس الكل، لازم الناس الكل تعاون، الناس الكل موجوده في الملعب في النادي في البلايص الكل. وقبل الجلسة العامة الانتخابية انعقدت البارح الجلسة التقييمية لعرض التقرير المالي للموسم الرياضي الماضي 2023-2024 من طرف طبعا نجم المتلوي، وتم الإعلان على عجز مادي في الفريق بقيمة 605 ألف دينار و116 ألف. من جهة أخرى، الهيئة المديرة لفريق نجم المتلوي تلقات البارح إشعار من الفيفا عن طريق الجامعة التونسية لكرة القدم يقضي بمنع النادي من الانتدابات خلال فترة الانتقالات شتوية بسبب عدم خلاص مستحقات اللاعب البوركيني السابق للفريق ساليفو تابسوبا. نهاية الأسبوع تتلعب مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وفقا للبرنامج التالي. نبدأ طبعا أول مباراة كما قلنا يوم السبت ماضي 2:30، 3 مقابلات في الجدول: الاتحاد الرياضي بتطاوين شبيبة العمران، نجم المتلوي النجم الرياضي الساحلي، الأولمبي الباجي يواجه نادي الإفريقي في انتظار تحديد ملعب المباراة، مع رغبة الأولمبي الباجي في خوض المقابلة في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت في انتظار طبعا القرار النهائي. والخمسة ونص الترجي الرياضي التونسي يواجه نادي الرياضي البنزرتي في ملعب حمادي العقربي في رادس. ويوم الأحد 27 أكتوبر اكتمال الجولة من خلال 4 مباريات: ماضي 2:30 الاتحاد الرياضي المنستيري القوافل الرياضية بقفصة، مستقبل سليمان اتحاد بن قردان، الملعب التونسي مستقبل جابس مباراة دون حضور جمهور في مركب الهادي نايفر في باردو نظرا لعقوبة الملعب التونسي، يكمل العقوبة في المباراة هذية. والأربعة متاع العشية المقابلة الأخيرة يوم الأحد النادي الرياضي الصفاقسي مع الترجي الجرجيسي في الطيب المهيري في صفاقس.
إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تعيينات مباريات الجولة الثانية ذهاب للبطولة يوم السبت 26 أكتوبر ماضي ساعتين ونص كل المقابلات. في المجموعة الأولى جمعية ريانا مكارم المهدية نادي القربي القلعة الرياضية جندوبة الرياضية يواجه مستقبل وادي الليل، أمل حمام سوسة يلعب ضد الملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة، نادي سبورتينج المكنين جمعية مجرين الرياضية، المجموعة الثانية الهلال الرياضي الشابي أمل الرقبة، سكاك الحديد الصفاقسي أولمبيك سيدي بوزيد، تقدم سقيط الدائر شبيبة القيروان، ومباراة دون حضور جمهور نظرا لعقوبة الفريق المحلي. يوم الأحد 27 أكتوبر ماضي ساعتين ونصف المجموعة الأولى نجم الراتسي مع الهلال الرياضي بمساكن، نادي حمام لمف مع المستقبل الرياضي بالمرسى، والمجموعة الثانية ديما يوم الأحد ساعتين ونصف بعث بوحجلة كوكب عقارب، نسر جلمة الملعب الجابسي، هلال الرديف مستقبل القسرين، أمل جربة مع نادي المحيط القرقني. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت البارح توزيع المهام صلب الهيئة المكلفة بتسيير مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، وبالنسبة للدكتور محمد عطلة كما تعرفوا رئيس الرابطة رئيس الهيئة التسييرية هذه، الأستاذ زبير اليحيوي نائب رئيس ورئيس لجنة القوانين، هشام المناعي أمين مال ورئيس اللجنة المالية والإشهار، الأستاذ حسان بجار أمين مال مساعد ورئيس لجنة كرة القدم المحترفة، بالحسن الحداد رئيس لجنة البطولة والكاس، عادل غيث رئيس لجنة التأديب والروح الرياضية والناطق الرسمي باسم الرابطة، الأستاذ عبد الناصر السبوعي رئيس لجنة الشبان، وعبد الرزاق الحشيشي متصرف إداري. أنس جابر تتقدم مرتبة واحدة في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر البارح وتصبح في المركز 32 عالميا، رغم أن أنس جابر الفترة الأخيرة الكل مش قاعدة تلعب وموسمها انتهى مبكرا بسبب الإصابة. الموعد اليوم مع الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في البرنامج 6-4 زوز مقابلات، ميلان مع كلوب بروج، موناكو مع النجم السربي الأحمر ببلغراد، مع 8 متاع الليل بقية المقابلات، أرسنال مع شختار الأوكراني فريق لعبنا الدولي على غرام، أستون فيلا مع بولونيا، يوفي مع شتوتغارت، أيضا فم مباراة بي اس جي وبي اس في أندهوفن، ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد. تابعونا على فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب.